تكلم حتى أراك، دي صفة من الصفات أو من فلسفة من الفلسفات اللي قالوها اليونانيين زمان. ودايما الكلام يظهر الإنسان، زي ما الإنجيل بيقول لغتك تظهر. فوجود حوار جوه البيت يخلي البيت غني. وكلمة حوار معناها ديالوج، ديالوج يعني دايا تو شخصين. طبعا البيت اللي هو مونولوج اللي هو شخص واحد بيتكلم وما فيش من يستمع، البيت بيبقى خسران كتير خالص. الصلاة ديالوج ما بين الإنسان والله. الزواج ديالوج ما بين الزوج وما بين زوجته. التربية ديالوج ما بين الأب وابنه أو بنته، وهكذا. فوجود الحوار يسري ويغني الحياة الأسرية.